بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبويث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا 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 يقال بعد الطعام للحمد، لكن ما لا يعرفه الناس عن هذا الذكر أنك إذا قلته مرة واحدة بعد الطعام والشراب غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كثير من الناس بيطلع يحج عشان يرجع كام ولدته أمه، ده مش بس ده بتغفر لك ما تقدمت من ذنوب، لا ده وما تأخر كمان. عارف يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيطك بسياج في المستقبل يحميك من الذنوب، زي ما بيقول ايه، صيام يوم عاشوراء يكفر السنه الماضيه والسنه المقبله القادمه المقبله. شوف العلماء قالوا ايه في كفر السنه المقبله، قال يعصمك الله سبحانه وتعالى من الذنوب اذا وقعت في ذنب تلهم التوبه على طول، يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين الذنوب. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك مقدما، عايز ايه اكتر من كده؟ منتهى الحمد لله. شوف لما تقول بعد الطعام الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام واسقاني هذا الشراب ورزقنيهما من غير حول مني ولا قوه، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، كل الذنوب اللي عملتها الا الكبائر المتعلقه بالادميين فقط، لكن كبائر وصغائر كله. طب بالله عليك، يعني بدل ما الواحد يقول الحمد لله، طب يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام واسقاني هذا الشراب ورزقنيهما من غير حول مني ولا قوه. اجرى ايه؟ شربت كوبايه لبن، قول الحمد لله الذي اسقاني هذا الشراب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. شربت كوبايه ميه، قول الحمد لله الذي اسقاني هذا الشراب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. لبست الثوب، قول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه، الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسونيه من غير حول مني ولا قوه. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسوني من غير حول مني ولا قوه، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. في فضل اعظم من هذا؟ طب ما تقول الحمد لله، قول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه. هتخسر ايه؟ 3 4 ثواني، لكن منتهى الحمد. ده مش كده وبس، ده هذا الحمد يضمن لك باذن الله البركه والزياده والنمو في النعمه. ربنا سبحانه وتعالى حافظ لك على نعمه وينميها ويزكيها لك، بركه الطعام والشراب، يبارك الله سبحانه وتعالى في الطعام والشراب فيزداد، تزداد البركه وتزداد الطعام والشراب وتزداد ايضا انت في الصحه، يعني الطعام يمري فيك، انت حمدت ربنا سبحانه وتعالى بالحمد بالاعظم الاذكار للحمد. والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان لو قال الذكر ده بالذات بالطريقه دي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يبقى حافظت على النعمه، حافظت على الطعام، نلت بركه عظيمه في الطعام، وايضا نلت كما عظيما جدا من المغفره، يغفر لك ما تقدم من ذنبك متاخر. يا ريت كلنا نواظب على هذا الذكر. فبدل ما تقول الحمد لله بس وتسكت، لا قول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه. الحمد لله الذي اسقاني هذا الشراب ورزقني من غير حول مني ولا قوه. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسونيه من غير حول مني ولا قوه. يا ريت تنشروا الكلام ده، تنشروا الحديث، انا هكتبه لكم تحت فيديو. ما لعل علما في ان الله اجرم عامل به الى يوم القيامه لا ينقذ ذلك. وجوني مشان اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.